في العام 2003 طرحت بشكل رسمي فكرة إنشاء مجموعة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلاها عدد من اللقاءات الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 2003 إلى يوليو 2004، وفي 30 من نوفمبر 2004 في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين، قررت حكومات 14 دولة عربية في الاجتماع الوزاري إنشاء تلك المجموعة، وسميت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، وقد انضمت إلى المجموعة بعد ذلك 4 دول أخرى. ووقعت جميع الدول الأعضاء على مذكرة تفاهم تمثل إنجازاً تاريخياً للدول العربية، كونها تدل على مدى جديتهم في التصدي للمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم تعديل تلك المذكرة في شهر نوفمبر من العام 2013. ونظراً للتأثيرات السلبية الجسيمة على استقرار النظام المالي والاقتصادي لأي دولة أو منطقة في العالم بسبب هاتين الجريمتين، تسعى الدول الأعضاء والمراقبون لدى المجموعة وبشكل مستمر على تطبيق ونشر السياسات والمعايير الدولية ذات العلاقة وتعزيز الالتزام بها بشكل فعال، خاصة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وتحتضن مملكة البحرين مقر سكرتارية المجموعة التي باشرت عملها منذ إنشائها، حيث وفرت لها مملكة البحرين كافة الإمكانات اللازمة لذلك، كالمصادقة على اتفاقية المقر من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 26 من مارس 2009. وتضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عضويتها حالياً 18 دولة عربية، إضافة إلى 15 دولة ومنظمة دولية تشغل مقاعد مراقبين بالمجموعة، كما أن المجموعة تعتبر عضواً مشاركاً لدى مجموعة العمل المالي FATF منذ العام 2006. وعلى مدى الأعوام العشرة الأولى حققت المجموعة عدداً من الإنجازات، سواء في مجال تقييم مدى التزام دول المجموعة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في مجال مساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب ونشر الوعي لدى دول المجموعة حول طرق وأساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار عدد من الإرشادات حول أفضل الممارسات. ومن أهم تلك الإنجازات الانتهاء من الجولة الأولى لعمليات التقييم المتبادل، وذلك بتقييم 17 دولة عربية، حيث بدأت المجموعة تنفيذ هذا البرنامج في العام 2006 وأنهت الجولة الأولى بنجاح في العام 2012. واستلزم الأمر فحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط السارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول الأعضاء. وتقوم المجموعة بشكل مستمر بمتابعة الدول الأعضاء لرفع وتحسين مستوى التزامها بالمتطلبات والمعايير الدولية للمكافحة. وأنهت المجموعة خلال السنوات العشر الأولى دراسة عدد من المشاريع حول طرق وأساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة لتلك الإنجازات، نجحت المجموعة في مساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال المكافحة من خلال عقد البرامج التدريبية وورش العمل بناء على دليل التدريب الذي أعدته المجموعة وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء. كما اهتمت المجموعة بإصدار عدد من الإرشادات حول أفضل الممارسات في مجال تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي FATF. وقد حرصت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال المكافحة، خاصة مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة. وكان لجهود الدول الأعضاء والمراقبين ورؤساء وسكرتارية المجموعة خلال الأعوام الماضية بالغ الأثر في تأسيس معالم النجاح وتحقيق الأهداف.
وبفضل الجهود المبذولة أصبحت الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعاطي مع المكافحة وبفعالية أكبر. وستسعى المجموعة قدماً نحو تعزيز التعاون الفعال بين الدول الأعضاء والمراقبين للرقي بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع درجة فعاليتها.